أقوى منواصف الإنسانة أم منواصف الفنانة؟ بيتهيأ لي مزجوا الاثنين سوا. صعب كتير أنا أحكي عن نفسي كإنسانة باللا شعور بصير بحكي عن نفسي كفنان. صعب كتير أني أحكي عن نفسي كفنانة وما أحكي عن نفسي كإنسانة، يعني دخلوا الشخصيتين ببعض كتير. الذي يعرقل عمل الفنانة التي تعشق فنها، هل هنالك عائق؟ ندرة النصوص، استيراد المشاكل يلي من المريخ. يعني كتير احيانا بلعب اعمال بحس انه مو مشاكلنا، مو بيئتنا، مو مو مو, مو شبابنا مو هيك بيعانوا، بناتنا مو هاي معاناتهم. بحس انه احيانا بقول كلام مو معقول، يعني فعلا تحسوا انه مستورد من المريخ. هذا اللي بيعيقنا، هذا اللي بيخلينا ما نوصل بسرعه لقلوب الناس. بدنا نصوص، ونصوص تكون جريئه صريحه وتعالج مشاكل بدون رقابه. منى واصف، لو قلت لك المراه في تكوينها الضعف والهدوء، هل القوه في المراه بتكتسب؟ ليش الافتراض يعني انه المراه بتكوين الضعف؟ بعتقد انه هذا شيء متوارث عبر الاجيال للرجال مو للنساء. كانوا يقولوا انه المراه ضعيفه، تكوينها حنون، بتعطي، يعني مو معقول. في بداخل كل امرأة في نوع من القوة، مثل مو بداخل أي رجل نوع من الضعف. يعني ما لا صفة ملتصقة بالنساء كونها أنه من جوا ضعيفة، لا، في نساء قويات وفي رجال ضعفة. لكن هل القوة بتكتسب بتزيد مع المرأة؟ بالتجارب، الحياة العملية، العمل، الدراسة، العلم، الثقافة، خبرتها مع الناس. طبعا قوتها بتنسقل مثل الموهبة تماما بالخبرة والتجارب، بصير تعرف كيف حتى تستعمل القوة، مش مجرد القوة انه واحد يضرب او يقتل. مشان هيك كان الرجال ينقال عليهم اقوياء، لانه بيضربوا او بيقتلوا. نحن الان نعمل كنساء عربيات، وهي القوة. في حديث مرة سمعتك بتقولي الإنسان مقهور وما كنتش أقدر أصرخ في الشارع، فجريت على المسرح عشان أصرخ والناس تسمعني. فيها جزء كبير من الحقيقة. أنا وصغيرة كان عندي أحلام طفولة، ولما مارست العمل الفني ما كنت حبه مشان الراتب. أنا عشقت المسرح والفن وأنا أعمل بالمسرح. حسيت أنه أحلام ملوكيتي، أحلامي أنه أنا فراشة طايرة أو طير، اتحققت على المسرح. طبعاً وأنا صغيرة مرت فيني ظروف شوي قاسية، يمكن ضلت مكبوتة بداخلي ما في شي طلعها. الحزن اللي بيعطيك إياه بعض الأعمال التراجيديا، حتى بعض أعمال مثلاً ممكن تنقل البسمة بالكوميديا السوداء مع الدمعة، يمكن هي عملت تمازج بداخلي طلعت القهر. فأنا وين بقدر فرغ هذا القهر؟ طبعا ما فيني أصرخ بالشوارع لأنه معيب، لكن فيني طبعا لما أخذ دور امرأة مقهورة لكن بتقدر بوقت معين تنتقم، فيني صرخ. وين بصرخ؟ على المسرح. مشان هيك حبيت هاي الأدوار. يعني أنا ما بقدر احس اني بتمنى امراه جاريه، امراه مظلومه مسكينه وقدمها، يعني استهلكت هي المراه خلال 50 سنة بالافلام العربيه. نحن الان بعصر قوه، بعصر عمل، بعصر الراتب الرجل ما بقى يكفي، المراه بدها تطلع تعمل. يعني والفن شيء مو عيب، الفن مثل التدريس، مثل الطبيبه، كله يحمل ثقافه وعلم وموهبه. اذا نحن شيء اساسي في هذا المجتمع. ما بدي انا كرس امراه ضعيفه، بدي ورجي للناس وخصوصا للمرأة الشرقية انه هي قوية. اذا ظلم التاريخ معليش، نحن الان فينا نكون اقوياء وناخذ حقنا، او قويات بمعنى اصح، وناخذ حقنا ونعمل. هذا الشيء طموحي، هذا الشيء انا، هذا الشيء منى، هذا الشيء امي، ستي، يعني نسائي، خلينا نقول يلي جوا. سيناريو
حياة منى واصف هل جاء كما تمنت أم في مشاهد أنت عايزة تحذفيها تماما من حياتك؟ بصراحة لو حذفت أي مشهد مر بحياتي يمكن ما كان كتير عاجبني أو ما كنت كتير سعيدة فيه أو كنت حزينة أو فاشلة أو أي شيء، ما ممكن أحذفه لأنه ما بوصل للمرحلة يلي أنا بطمح لها. لذلك كل شيء مر بحياتي كون شخصيتي، فأنا قبلانة أو مالي مستعدة أحذف شيء إطلاقا.